خلونا نعاونوا على الزملاء. هذه المبادرة اللي درتوها سيادة الرئيس والله لا فتحت لنا أبواب لأول مرة. من أقدم الرؤساء تاع الرابطات عمرها ما كانت مشاورة. نشكركم مرة أخرى، نشكر الحاضرين كذلك، سيد مدير الشباب والرياضة، سيد مدير التربية، الزملاء، ممثل لجنة الشباب الأخ بختي، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. بالنسبة للرياضة الجوارية كما يعرف الآخر، نورمال مشينا نكبر كما نقولوا بالدارجة، خصني أنا نكبر خاطرش نديروا جلسة واحدة خاصة ليا، خاطر حنا انتوما كل واحد من جماعة الإخوة تاعنا كل واحد الاختصاص تاعه، بصح حنا رياضة أومني سبور، والشباب كاع اللي يبقى اللي عندكم اللي يبقى الغير مهيكل حنا نورمالمون نستكلفوا به ونكونوا مرافقينه. هذه هي المهمة، الدور تاعنا كبير تاع الرابطة. حنا القضية تاع البرنامج والآلية التسيير تاعنا درنا عدة تجريبات، خاصة هذه السنوات الأخيرة كل سنة كنا ندير دورة تحسيسية عبر جميع 28 بلدية مع رؤساء البلديات بالتنسيق مع مدير الشباب والرياضة. كنا نحاول ندير لهم دورة تحسيسية لهيكلة الشباب على مستوى البلديات، نكريو رابطات بلدية. كاين بعض البلديات الحمد لله اللي استجبوا وأنشأوا الرابطة تاعهم، وكاين قاعدة وعود أو حبر على الورق. حنا ما بغيناش نحرموا الشباب تاع هذوك البلديات، فتحنا الابواب لجمعيه الاحياء، جمعيه تنشط هكا، جمعيه رياضيه دير نشاط وكل شيء. المهم ما بغينا نحرموا حتى فئه من الشباب، خاطر حنا السياسه تاعنا الرياضه طفل من سبعه كيما نقولوا من 7 سنين حتى 77 عام، ما عندنا فئات عمريه، ما عندنا اختصاص، ونتبعوا رغبات الشباب. هذه النقطة الأولى. المشكل الأول اللي عندنا قضية تاع مازال ما بغاوش رؤساء البلديات يفهموا الأهمية تاع الرياضة الجوارية في البلديات. وتعاملنا بدلنا شفنا طرق أخرى، كذلك تعاملنا مع مؤسسات تابعة لقطاع الشباب والرياضة كسيتو لي سي اس بي وكل شيء. خاطر عندنا إشكال غادي نعاون نطرحه في استعمال الاستعمال دي زير دو جو دو بروكسيميتي. هادو لي زير دو جو دو بروكسيميتي اللي جايين داخل المؤسسات تابعه لمدير الشباب والرياضه ما عندناش اشكال في استعمالهم. عندنا مشكل عويص، وهذا مشكل راه وطني، لي زير دو جو اللي تابعين البلديه وجايين في الكارتي. انا نعرفو ما ندرقوش الشمس بالغربه، انا نعرفو شكون غيسيروهم ولي من راهم يمدوهم يسيروهم. صافي دير حنا ما قدوش استعملوهم الا لكانت اتصالات او علاقات. خاطر حنا الرياضه الجواريه ما تشوف خاصنا امكانيات كبار، خاصنا دي خاصنا دي. حنا المشكله عندنا تاع لي زير دو جو ماشي مشكله، كاين بعض البلديات الحمد لله، بصح كاين بعض الجهات اللي ما يقدش يمارس النشاط تاعه، خاطر هذا اشكال وطني ما نعرف حل كيف يكون تاع استغلال هذوك لي زاد دو جو اللي هم برا. هذه هي النقطة. النقطة الثانية اللي عندنا الشيخ رئيس الرابطة، القضية تاع التموين تاع الفوند ولاية. حنا كاين كاع البلديات وكل شيء، كيما حنا الرابطة مثلا نستافدوا سنويا غير من الفوند ولاية، ما عندناش إيرادات واحد أخرين، ما عندنا سبونسور، ما عندنا المشكلة تاع التأخر تاع التموين. حنا البرنامج كي نسطروه برنامج من جونفي نبدو يجونا النشاطات ونجونا نديرو لي بريفيزيون تاعنا تاع الحصه. الفوند ولاية ولا يجمع ابريل ماي جوان، يفوت لنا اواخر السنه، اواخر السنه. حنا كنا دايرين توقعات، بعض الحصه تقول لك اعطيني توقع تاع لي بريفيزيون بيجيتير تاعك، نعطوهم لي بريفيزيون بيجيتير. من بعد صح نعرفوها باللي حنا الامكانيات تاع فوند ولاية ضعيف ضعيف ضعيف، وهم ثاني صراحه انا راه الاغلبيه 70% الحصه تاعها تروح لكره القدم. لعلمكم انا فوتبولر ونبغي البوليطه ونسيبورتي، نقولها بصح نهضروا الصراحه راح تروح لكره القدم. شوف الاخر اغلبيه تاع وزيد عدد الجمعيات راه كثير، هذا المشكل تاع عدد الجمعيات اللي راه بزاف جمعيات، جمعيات كثيره تستاهل الاخر، وكثروا علينا لي زيكور، كثروا علينا هادو، كثروا علينا هادو. ولا دروك كما مثلا حنا الرياضه الجواريه
نستعملوا. ما تنسوش حنا عندنا وجهين، عندنا الرياضه الجواريه طنشيط لا ماسيفيكاسيون، ما وعندنا كذلك بعض الاختصاصات اللي ما عنده لا رابطه لا والو، حنا نستكفوا بهم. كاين بعض الاختصاصات بدهم نعاونوهم ندعموهم، ما عندهمش رابطه، ما عندهاش حاجه، ما عندهاش نديروا ندوهم بالتعميم كشباب اخر زياده، اضافه على المشاركات اللي نكونوا البرنامج تاعنا مع الوزاره مع الاخر كاس الجمهوريه من صوالح هذه. النقطه الاخرى المهمه اللي بغيت نتكلم عليها انا نقطه، قلنا نعطيك مثل، حنا مثلا هذا العام وصلنا 31/12/2023 تقريبا 6000 مخارج، 6000 مخارج بكم عدد كبير. حنا بالنسبه اللي كنا البراخر عدد انقسمنا، كنا في السنوات الاخيره 10000 12000 مخارج على عبر التراب الولايه. حنا كيقولوا مخارج صافي راه عندنا مؤمن، خاطر حنا ما عندناش نقولوا لي ليسونس كما انتم في دراسه، حنا المهم باش يدير النشاط خصك تكون اسيوري على الاقل تامين تاعك. نون ستركتيري معليش تكون مؤمن. يجي جمعيه تاعك. لاسيورونس جايبها باش ما تنقلش. ما نقدش انا نتحمل المسؤوليه تاع واحد نمشي لاخر. وفي البرنامج تاعنا حنا نشاركوا كاع التظاهرات الاعياد الوطنيه الدينيه، زعما كاين برنامج مع بالشراكه مع مدير الشباب والرياضه تظاهرات. قضيه تاع لاخر حنا عندنا قضيه تاع الاشكال نقطه واحد، الصندوق الولائي الفوند بيجي الولايه ما عمرنا ما استفدنا السنوات الاخيره عمرنا. هي المبادره درتوها السيد الرئيس نقول درتوها مليح، لا بريزون شارج دي زونجاجمون تاع الفوتبول وكل شيء، انتم ما خممتوا مليح. تقين رياضات ثاني واحد اخرين مثلا الرياضه الجويه التعميم وين شويه، احنا مجرد نقول لك احنا خاصنا امكانيات كبار ولا خاصنا شويه تمويل. تظاهرات انا كنت تشوفونا حاضرين تاع الجمهوريه نشاركوا فيه ندوه من الامكانيات تاعنا، من الفون اللي مدوه لنا الفون الولايه. دروك المشكل الفوتبول، الفوتبول راه طاغي تاع رياضه اولى شعبيه وطنيه راه طاغي. نعطيك مثلا تبارك الله هذا العام راه الفوتبول عندها 14 16 نيكيب، حاجه مليحه 14 16 نيكيب. لازم كنا نديروا تحليل، تحليل انا شخصي بلديه صغيره دي جوج فرق دو زونجاجمون، هاد الاليات اللي راهم يتمشوا عليهم مانيش فاهم انا كيفاه. كاين شحال بلديه راهم فيهم جوج، لا كاين شحال بلديه ماشي وحده جوج بالونو. انا اللي نتبع، انا نتبع الرياضه جوج فرق، جوج فرق بلديه صغيره قانون باين، قانون واضح كي تكون عندك النسمه زاد العدد زيد. حنا ندخلوا ماذا بينا دير، حنا ما كاش سي با اوبليجي نشاركوا كاع في الشامبيونات سيفيل، نروحوا للرياضه الجواريه، راه الرياضه الجواريه راه للجميع مفتوحه الذكور إن جميع اختصاصات. خاطر كي صافي بليزي 16 فريق عبر الولايه، 16 فريق انا نحسبها انا كتله ماليه نحموا منها اختصاصات واحد اخرين. كما جبت لنا بارك الله فيك السبونسور هذا تاع سبونسور ما يروحش الفوتبول، نقولها كاين اختصاصات دي شامبيون دي سيبلين اخرين نشوفوا لهم سبونسور ثاني هو يرافقهم وكل شيء. بصفه مختصره ما بغيتش خاطر الاشكال تاع الرياضه الجويه كبير عندنا. بارك الله فيك. انا سجلت